صراحة جاء على أساس أنه يطور كرة طائرة في الأحياء، واختارنا كنا كنادي كنشط في مدينة العريش وخاصة وفاء العريش أننا يكون هنا في هذه المنطقة، خاصة هذه المنطقة اللي كتعرفوها الساحة أنها كتجمع العديد ديال الأطفال والشباب، ونحاولوا ما أمكن نطوروا يعني هذه اللعبة هذه في الوسط ديالنا وفي المدينة ديالنا، واقترحنا أنه يكون يعني كنادي يكون في الأحياء هو الأولاني، ومن خلاله إن شاء الله تعالى من خلال المشاركة جميع الفئات كتلاحظ بأن الهدف ديالكم هو تنمية الممارسة ديال كرة الطائرة. نعم، وشنو الأهداف الأخرى اللي كتطلبوا عليها؟ هو الهدف الأسمى هو أن ما نجبروش الأحياء خاوية يعني تكون فيها الأنشطة الرياضية، وفي نفس الوقت نحاولوا ما أمكن وتعمل لقاءات يعني ونغطيو ذاك المجال ديال الترفيه اللي له ناقص، وفي نفس الوقت والأهم هو احنا في الوفاء خاصة في الوفاء كانت ظهرت واحد الظاهرة في واحد الوقت ديال قلة الرياضة يعني والشباب اتجهوا لمنحى آخر في المجال يعني. وكيفاش كان الاقبال ديال المشاركه على الدوري بالنسبه للفئه المشاركه؟ حنا في الاول كنا مسجلين عدد لا باس به، هو كان 10 فرق، ولكن اضطرينا ان نقصوا الفرق لان المستوى صراحه يعني كاين ناس اللي ما عمرها لعبت فولي وداك الشيء، وانما عملنا لهم دوري اخر باش يطوروا المهارات ديالهم. الحمد لله دابا 10 فرق، 8 ذكوريه وجوج نسوية، واستطعنا من خلال هاد الفرق النسوية يمكن لها تدمج مع الدوري الثاني إن شاء الله تعالى. نعم، بالنسبة للدعم يعني والصعوبات اللي واجهتكم في الدوري كالعادة يعني نتخبطوا لا الحمد لله نحاولنا ما أمكن. وصراحة بغيت نشكر واحد القضية، أن الشباب هو اللي عملوا الجهد كامل لا ماديا ولا كاستئناس. نعم، وبالنسبة لاكتشاف المواهب والتحفيز ديالهم واش خصو شي جوائز للدوري؟ نعم، حصلت تروفي، وميداليات، وفي نفس الوقت كؤوس، وفي نفس الوقت بالنسبة لأحسن لاعب وأحسن ضارب هادو عندهم جوائز خاصة غادي تكون يعني ملابس رياضية وكرات.